بيكم في فيديو جديد. احتراق محرك طائرة أمريكية في الهواء، رعب بين الركاب. أظهر مقطع فيديو احتراق محرك من الاثنين التابعين لطائرة شركة طيران يونايتد بعد إقلاعها في رحلة من مطار دنفر، وقد سقطت قطعة من غطاء المحرك فوق منازل منطقة سكنية قريبة من مدينة دنفر بولاية كولوردو الأمريكية، وأشتعل محرك الجناح الأيمن، وتمكنت قيادة الطائرة التي تقل 231 راكباً فضلاً عن 10 من أفراد طاقمها من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع دون وقوع إصابات. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة الرحلة 328 واجهت فشلاً في محرك جناحها الأيمن، وينتظر أن تجري إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقاً في الحادث. وأظهر الفيديو الذي نشر عبر الإنترنت دخاناً ينبعث من المحرك، وظهر الأخير وقد اشتعلت فيه النار وسقط إطاره الخارجي،